لذلك عندما قاموا بتحليل دي ان اي مالته تبين انه هو الذي جاء من الهند. شعب أصيل، شعبنا له امتداداته على هذه الأرض منذ آلاف السنين، ولم نأتي استيرادا من دول أخرى كما كان يدعي صدام الهدام عندما اتهم سكان هذا البلد الأصليين بأنهم جاءوا من الهند. ثم بعد ذلك عندما قاموا بتحليل دي ان اي مالته تبين أنه هو الذي جاء من الهند. لا، هذا الشعب أصيل وإلى جذور ضاربة في عمق التاريخ. تبين أنه هو الذي جاء منه.